السلام عليكم مرحبا بكم مره اخرى معنا في العيش فوريفر. اليوم غنتحدثوا على واحد المنتوج اللي هو مهم بالنسبه للرجال, الفيتوليز اوم, اللي هو تيتكون من مستخلصات ديال الزريعه ديال القرعه وكذلك مستخلصات ديال قشور الرمان. بالاضافه هذا فيه بعض المكونات اللي هي مهمه بالنسبه للرجل بحال الزنك والسيليوم, ومن تجمعوا هذه المكونات هذه فهي مهمه خصوصا بالنسبه للحفاظ على صحه البروستات, وبالتالي فالتناول ديالو تيساعدنا باش نجيبوا هذه المكونات باش ندخلوها للجسم ديالنا باش نسدوا الاحتياجات ديالنا منها باش نحافظوا. بطبيعه الحال الهدف هو اننا نحافظوا على البروستات ديالنا. بطبيعه الحال ممكن اننا نعاونوا به وممكن اننا ناخذوه ابتداء من تقريبا من سن ديال 40 سنه. تعتبر مكمل غذائي وبالموازاه معاه تيخص يكون عندنا واحد النظام غذائي بطبيعه الحال اللي هو متوازن, لان كيف ما تنقول دائما المكملات الغذائيه باش تعطي نتيجه تيخص يكون معاه واحد النظام غذائي اللي هو متوازن والنظام الغذائي اللي هو طبيعي. اما اذا كان النظام الغذائي ديالنا غير صحي وغير جيد بطبيعه الحال ان المكملات الغذائيه ما غاديش تلعب الدور ديالها. لهذا فالفيتوليز مال يعني مهم كيف ما قلت بالنسبه الحفاظ والوقايه بالنسبه للبروستات عند الرجل. تبارك الله عليكم, نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.